السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبيب قلبي بكل خير. ان شاء الله معنا قراءتين بهذا السبحتين. كل اللي عليك انك تختار سبحة من السبح وشوف حظك وشوف قراءتك وليك هذا القراءة بإذن الله تعالى، وكل القراءة هتكون مطابقة ليك بمشيئة الله تعالى. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من التعطيل أو من تابعة اكتب تم، وإن شاء الله هديك لينك العلاج بإذن الله تعالى أو الرقم أمامكم. اللي حابب يتواصل معنا يتواصل معنا. هنبدأ بالاستخارة الأولى والقراءة الأولى لهذا السبحة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السبحة الأولى انزلوا فيها التعليقات، صلوا على الحبيب المصطفى وما تبخلش علينا باللايك الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب هذا السبحة الأولى، شايف عندك تغيرات جذرية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله هيظهر لك التبشرات اللي أنت مستنيها بمشيئة الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله. شايف عندك اليومين دول، يعني عندك هنا أول حاجة اليومين دول، يعني الوضع عندك كما نقوله مكركب. عندك اليومين دول الوضع مكركب، عندك الوضع بتاعك فيه أمور ملخبطة، يعني عندك امور ملخبطه في حياتك ما بينك وما بين الاهل. شايف في مشاكل ما بينك وما بين الاهل، ما بين الشريك، في بعض الكلام اللي مضايقك. يعني عندك شايف ان دوك كلام كتير، الاهل واقفين ضدك، شايفك ان انت عايز حاجه وهم عايزين حاجه تانيه، يعني مش لاقي حد يكون في صفك او حد يعني يكون واقف معاك في حياتك. شايف هنا عندك عرض، عرض ممكن نقول عرض عمل او عرض شغل. انا شايف ان في عرض جديد هيكون موفر ليك في حياتك. شايف هنا انا شايفك بالك مشغول بمحكمة او بحكم او بمحكمة، او حد عندك قريبك محكوم عليه، او في اوراق تخص المحكمة ان شاء الله تكون منصور فيها باذن الله تعالى. شايف هنا عندك حد منافق في العيلة، في حد عندك في العيلة منافق، في حد حقود ليك، بينظر لك على اقل الاسباب، اي شيء بينظر لك ليه هذا الشخص الحاقد. عندك حد حقود ليك، في حد هنا، في ست مش كويسه. الست دي مع انك انتوا عملتوا معاها كل الخير، عملتوا معاها حاجات كتيره، لكن الست دي انا شايفها ان هي تخينه جامده شويه. الست دي ازياكم كتير، ازياكم كتير، هي وبنتي، هي وبنت ازياكم، عامله لكم طاقه سحر، وهي قريبه ليكم، قريبه مش غريبه، هي قريبه ليكم. بس رغم ده كله انت عندك انطلاقات، او انت عندك انطلاقات حلوه. شايف عندكم انطلاقات حلوه باذن الله تعالى. خليك حريص على ايدك الايام اللي جايه، بلاش المصاريف الكتيره، بلاش التبذير الكتير. عايزك تمسك على ايدك كويس جدا، عايزك تمسك على ايدك كويس جدا، علشان في خبر حلو يخص شريك حياتك. شايف برضه يخص الطرف الثالث اللي بيتكلم، اللي داخل وسطيكم، اللي مسبب المشاكل والعراقيل والانفصال. خلي فيه اخبار حلوه باذن الله تعالى، عندك اخبار حلوه الفتره اللي جايه. شايف ان انت هتحصد خير انت زرعته من قبل، في خير هتحصده انت زرعته من قبل. شايف هنا الشريك مهما كان يعني ما بينك وما بينه مسافة أو بعيد عنه، بينك وما بينه مشاكل، شايف ما فيش كلام ما بينك وما بينه، بس أنت بتحبه. شايف ما بينك وما بين الشريك هيكون في دعم، هيكون في كلام ما بينك وما بين الشريك، في تواصل، هيردع لك ندمان. شايف إنه هيردع وعليه الندم، فيه ندم، فيه ندم من الشريك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف في حد هنا هو انت وقفت معاه، مدت له الخير، مدت له ايدك ووقفت معاه، لكن ما يستاهلش الخير اللي انت عملته معاه. بيتكلم عليك، شافك هنا تستلم وثيقه او استلام اوراق او استلام حاجه هتستلمها، دي هتزود الربح بتاعك. شايف عندك زياده ربح،
هيزيد عندك الربح باذن الله تعالى. شايف عندك هيكون في فرص حلوه، في عرض هيكون مغري ليك، في فرصه حلوه يخص العمل، لاما انت مقدم على عمل او مسافر سفر فيه رزق، فيه عمل ليك او فيه خير السفر اللي ليك، لان انا شايف طريق سفر هيكون فيها خير ليك، فيها ممكن نكون مسافر تخلص اوراق او مسافر دراسه او مسافر شغل او مسافر فيها، يعني السفر خير ليك. شايف هنا عندك انت شوية وداع، شوية عراقيل، عندك انه عندك اسفل الظهر عندك شوية وداع، وداع في الامعاء المعدة، جسمك دايما همدان تعبان، بتاخذ علاج مسكنات للصداع للالم للدوخة، مفيش اي تحسن، مفيش اي تحسن، هذا من السحر. خلي بالك من الست، هي بنت، هي يعني بصالك او بصة مش كويسة، سحراك حسداك برضه، خلي بالك منها وصلي على الحبيب المصطفى، عليك بالتحصينات، عليك بالتحصينات. شوف في حاجة معينة هنا شغلة بالك، شغلة بالك انت منتظرها، قدامك ثلاث نقط، ثلاث نقط قدامك بإذن الله تعالى، وهتدي لك بشرة منها، هتدي لك بشرة باللي انت منتظره. خلي بالك وكون حريص، أعدائك حواليك، خلي بالك أعدائك حواليك هم المقربين، أكتر أعدائك هم المقربين، فكما كنا خلي بالك وكن حريص، خلي بالك وكن حريص. شايف هنا في هنا مرات أخ أو مرات حد يعني قريب ليك قوي، بتلعب دي يعني مش كويسة معاك أنت بكلام ومن وراك بكلام، كل اللي بتجلس معاه او كذا تكون معاه لطيفه بكلام كويس، يعني معاك بكلام، هي بكذا وش مش بوش واحد، هي بكذا وش. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف ان انت يعني ممكن في حد هنا ظلمك، او الشخص ده خذ حقك او افترى عليك او وقعك في مشكله، هيرد لك وندمان، عشان شايف في رجوع حق، في رجوع حق، وخليك تكون حريص على فلوسك، فلوسك لما تديلك، لان في فلوس ديالك، بلاش التبذير زياده عن اللزوم، بلاش التبذير علشان ما تندمش في لحظه من اللحظات، فبلاش التبذير كثيرا، لان في مال ديلك باذن الله تعالى، وانت منتظره، انت منتظر هذا المال، المال ديلك ديلك. وهنا في لم شمل، شايف هنا لم شمل مع ناس انت بتحبها، شايف ان في لم شمل هنا مع ناس. الناس دي ممكن نقول غايب عنك او بعيد عنك، لكن فيه لم شمل بقدرة الله تعالى. شايف عندك طاقة فرد، طاقة فرحة، طاقة فرد، طاقة فرحة، طاقة رزق، طاقة سعادة بإذن الله تعالى. شايف هنا هيكون عندك خروج من المحنة او خروج من التعب او خروج من الضيق، حاول تطلع من الضيق اللي انت فيه والاكتئاب، اخرج من الاكتئاب اللي انت فيه واشتغل على نفسك زيادة عن اللزوم، اشتغل، انا شايفك ان انت برضه بتحاول تشتغل زياده عن اللزوم على نفسك علشان تطلع من الحياه اللي انت فيها. شايف هنا برضه انت واخد كذا ضربه على راسك او مأزي، مأزي يعني قلبك مكسور، قلبك مكسور، وعلمتك، وعلمتك ان انت تاخد بالك على نفسك كويس جدا، علمتك ان انت تاخد بالك كويس جدا من كل الامور، يعني من اي مؤامره تاخد بالك من اي مؤامره كما كنا. بسم الله الكاشف، شايفك ان انت حريص جدا على نفسك، وهتكتشف السر، في اكتشاف سر قدامك، السر ده هتكتشفه خلاص قدامك، يعني خطوة وهتكتشف السر، هتكتشفه الايام اللي داية خلاص بإذن الله قريب جدا، وهتكتشف السر ده. شايف من خلال السر ده يعني شايفك هتغير امور عندك، شايف يعني من بعد ما تكتشفه هتغير امور، من بعد اكتشاف السر ده شايف ان انت هتقطع علاقتك، يعني الناس دي بتحاول ان هي تاذيك، يعني شايفك بعد ما هتقطع علاقتك، هتقطع علاقتك بيها، بس الناس دي بتحاول تاذيك. في ناس هنا بتحاول تقرب منك عشان تستلف منك فلوس، ما تديهاش، ما تديهاش فلوس. شايف عندك هنا الفتره دي في ارتباط او زواج او ردوع، شايف انا عندك فرحة ولبس خاتم، ولما في ارض بيتك ان شاء الله ممكن نقول خطوبة، نقول زواج، نقول رجوع للمنفصلين، شايف ان شاء الله في زواج 100% 100% بقدرة الله تعالى. عندك هنا ارتباط وعلاقة جدية، في بعض عندك الامور هتكون في حياتك
عندك هنا هتكتشفه من ناحية العلاقات العاطفية أو من ناحية الحب. من ناحية الحب فأنا شايف عندك طاقة فرد، طاقة حب جديدة. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا في ربط أحداث، الربط الأحداث دي هتعرف مين اللي بيتكلم عليك ومين اللي بيرمي حموله عليك، بيرمي حموله عليك ومين اللي بيتكلم عليك ومين اللي كويس معك، هتعرف كل حاجة. عندك هنا شخص، الشخص ده مقرب ليك، الشخص ده بيخدعك، بيخدعك في شغلك، بيخدعك في نداء حياتك أو في مجال حياتك، شايفك هنا بيخدعك الشخص ده، فخلي بالك. شايفك هنا هتاخد قرار، وهتاخد قرار، والقرار ده هيكسر ناس أذتك، هيقلب ناس هيظهرها على حقيقتها، الناس دي كسرتك، كسرتك أو أذتك. في بيبان هنا اتقفلت في وشك، في بيبان اتقفلت في وشك، لكن ربنا بيرتب لك بيبان غيرها تفتح ليك فيها الرزق وفيها الراحة وفيها الاستقرار بإذن الله تعالى. أنا شايف عندك باب هيتفتح، الباب ده فيه رزق، فيه مدال الحظ، فيه الفرحة، فيه السعادة ليك، خلاص هانت على الأبواب الفرحة ديالك بإذن الله تعالى. عندك هنا أنت مقدم على نقلة أو شراء بيت جديد أو مسكن جديد، لأن شايفك بتنتقل مع حد في منزل جديد أو مسكن جديد بإذن الله تعالى، يعني عندك شراء مسكن جديد. في حد هنا بيدعي لك بسبب دعواته، ربنا يفتح لك أبواب الرزق والسعادة بقدرة الله تعالى. شايف عندك هتبدأ صفحة جديدة الأيام اللي داية، عندك صفحة جديدة الأيام اللي داية. شوف الصفحة الجديدة عايز تبدأها فيها، شوف عايز تبدأها فيها، لأن أنا شايف أنا أبشرك. عندك هنا شايف إن بس بالك مشغول بأطفال، عندك خبر حمل، عندك خبر حمل أو لم شمل لأطفال، لأن شايف بالك مشغول بأطفال، عندك لم شمل أو خبر بأطفال بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. هذا قراءة أحبابنا في الله أصحاب هذا السبحة، أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وكنت أن تشترك في القناة فليشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. قراءة السبحة الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكاش. ادعم الفيديو واللايك احبابنا في الله فضلا وليس امرا، وانزلوا في التعليقات صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. في ناس هنا بيحاولوا يستغلوكم، اشخاص كذابين منافقين بيحاولوا يستغلوكم، بس انت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، قلت حسبي الله ونعم الوكيل. طول ما انت ما بتاذيش حد وماشي في طريق الخير ما خايفش من اي حد، ما خايفش من اي حد، علشان هنا ربنا هيدزيك خير بإذن الله تعالى. انت لو عرفت ان ربنا مرتب لك ايه هتسجد لله ليلا ونهار. شايف ان عندك ماشي بعض الامور فيها تعب، فيها ضيق، في غيمة لافة حواليك، لكن هدي اعصابك علشان تخرج من الطاقه اللي عندك، وبلاش الذبذبه، بلاش الدوم اللي حواليك، بلاش القرارات التهورات اللي بتاخدها، بلاش. عايزك تهدى وتصلي على الحبيب المصطفى، ولو عندك هنا اوراق في المحكمه هتخلص، خلاص هتخلص اوراق في المحكمه هتخلص باذن الله تعالى، لان انا شايف عندك هنا كذا حاجة هتطلعك من هم، هتطلعك من تعب. شايف الطريق قدامك مفتوحة بفضل الله تعالى، هتوصل، هتوصل بإذن الله تعالى. شايف هنا في حد من العيلة مش بتتفق معاه، انتوا اتنين مش بتتفقوا مع بعض، يعني انتوا اتنين مودودين زي اللي يقولوا مودودين فوق راس بعض، مش متفقين مع بعض خالص، بس انت هتندح وانت بتنفذ اللي في دماغك، بتنفذ اللي في دماغك علشان انت عنيد جدا، عندك كمية عناد. شايف عندك هنا في مكالمة، مكالمة اتصال، شايف مكالمة الاتصال دي وراها عزومة، وراها كلام، وراها عتاب، شايف برضو يعني هيكون فيها لم شمل او فيها كلام حلو، هتكون شايفك فيها مبسوط وفيها كلام حلو جدا، يعني شايف الكلام ده هيخليك منتصر، هيخليك تطلع منطقة سلبية أو من محنة. بسم الله الكاشف، هنا
ما تدخلش اي حد في حياتك، ما تدخلش اي حد في حياتك، خلي بالك من حد قريب ليك غيرين مش كويسين، بغيره من نداحة، بغيره منك، بغيره من اي حاجة تخص حياتك. فخلي بالك من نفسك، يعني يكون حريص على اي حاجة تخص حياتك، خليك عندك حريص، كن حريص على اي حاجة تخص حياتك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أشوف. بسم الله، لا اله الا الله. شايف هنا بداتم، هنا انا شايف ان انتم بداتم تحسبوا مواضيع، بتحسبوا في اوراق، شايف ان انتم هنا باقصى الحدود، شايف ان انتم بتتصرفوا يعني بشكل مختلف. يعني في الاول كنت بتتصرفوا حاجه ودلوقتي بتتصرفوا حاجه تانية خالص. شايف هنا لو انت طالب المساعده من حد، شايف ان عندك حد هيساعدك، حد هيدعمك، حد هيقف جنبك. لو انت طالب المساعده من حد، شايف ان في حد هيدعمك، حد هيقف جنبك، حد هيساعدك، عندك مساعده. هدي اعصابك، هدي اعصابك، الكركبه اللي والتوتر اللي عندك بلاش، بلاش التوتر والكركبه اللي عندك. خلي بالك، خلي بالك الفتره اللي جايه، شايف ان انت هتطلع من ازمه، هتطلع من محنه. ماشي، انت بتقول صبرت كتير، امتى هطلع من المحنه؟ امتى هخلص؟ امتى؟ ان الله مع الصابرين. اصبر اصبر، هتلاقيها فتحت لك الابواب من حيث لا تحتسب، من حيث لا تدري. هيدي لك الرزق، داي لك الرزق، عارفك بتفكر في الرزق، لكن قدامك خلاص خطوه والرزق داي لك بفضل الله تعالى. هتطلع من الغيمه اللي انت فيه الى النور، هتطلع لفتحه الطريق وهتمشي طريقك، شايف برضو طريق سفر قدامك فيه الرزق، طريق سفر قدامك فيه رزق. شايف روحة ليك بإذن الله تعالى، طريقك استقرار، طريقك مفتوحة أمامك، فيها الراحة. ماشي، حصل ماشي كلام ما بينك وما بين الشريك، حصل انفصال، حصل انفصال بسبب طرف ثالث وبسبب الغيرة وبسبب طرف ثالث، طلع مش كويس أو طلع خاين أو طلع غدار أو هكذا، لكن ليك فرحة غيرها، فرحة غير. في منكم في رجوع مش حابب يتزود، وفي منكم أتالوا الزواج مرة واثنين لكن لسه ما داش الوقت، لكن خلاص داي الوقت أمامك وداي لك الزواج مرة أخرى بفضل الله تعالى. شايف عندك تحديات كثيرة تخص حياتك، شايف هنا عندك برضه، هنا شايف ماشي التعب اللي عندك، الضيقة، شايف منكم برضه عنده حسد شديد، ومنكم عنده سحر، ومنكم برضه شايف عندكم مس شيطاني، مس تعبك، تعبك جدا، عامل لك تعطيل. بالنسبة للزواج تعطيل مش مكتمل، ما فيش مكتملة زواج معاك أو خطوبة أو ارتباط، مش مكتملة معاك، حصل انفصال على طول، ما تستمرش علاقة الارتباط أو علاقة الخطوبة، مش مستمرة، تعب في الجسد، إرهاق، خنقة، ضيق، نفور من الناس، مع انك بتعمل حاجات كتيرة مع الناس حلوة، يعني بتساعد ناس كتير وبتحب الخير للناس كتير، لكن تلاقي الناس مش حباك، الناس عايزة تأذيك، ليه مش عارف؟ عندك حسد، حسد، انت بتعاتب نفسك تقول ليه عايزوني؟ ليه بيعمل كده؟ عندك الحسد وعندك سحر، في منكم عنده سحر وعنده حسد وفي مس. شايف عندك هنا كذا حاجة في حياتك هتتغير، عندك كذا حاجة في حياتك هتتغير من امورك. شايف عندك هنا من بعد المناسبة، يعني شايف عندك مناسبة، المناسبة دي فيها طاقة، فيها شايف فيها طاقة إيجابية تخص حياتك، شايف عندك طاقة إيجابية تخص حياتك. شايف عندك هنا تعرف على حد، هتعرف على حد وهتلاقيه واقف جنبك، هتلاقيه بيسندك في حاجات كتيرة، بيسندك في حاجات كتيرة. شايفك يعني انت ممكن تسقط، ممكن تقع، لكن هتلاقي اللي ساندك وواقف معاك. لو انت بالك مشغول بنداح، بأوراق، بمشروع، هيكتمل معاك، لان في حد هيدعمك، في حد هيقف معاك، في حد هيساعدك باذن الله تعالى. شايفك هتندح، خلاص النداح امامك، شايفك خلاص باذن الله هتكون في كلمه الفرحه، في كلمه السعاده، وهتوصل لهدفك، هتوصل لحاجات كتيره جدا. شايفك هتوصل لحاجات كتيره جدا باذن الله، ما تقلقش، بلاش القلق وبلاش الحيره، وكمل زي ما انت، كمل زي ما انت، هتوصل لهدف اللي انت عايزه باذن الله تعالى، وشانك هيعلى باذن الله، باذن الله هيعلى. بسم الله الكاشف، فضل وليس امرنا احبابنا في الله، دعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق.
بسم الله الكش، بسم الله الكش. شايف برضو عندك قلق، شافك قلقان على حد مريض عندك او حد مسدون، يعني شاف عندك كمية قلق، كمية حزن على حد مسدون او حد مريض عندك يخص حياتك، يعني يخصك عزيز عليك او قريب ليك. ان شاء الله فيه خير باذن الله تعالى، ان شاء الله فيه اخبار حلوة. الشيطان بلاش الوسواس، بلاش اللي عامل لك المس، عامل لك مشاكل كثيرة، عامل لك وسواس، عامل لك حالات كثيرة، لكن في اخبار هتنتصر باذن الله تعالى، وهتطلع من اللي انت فيه، هتطلع من الازمة اللي انت فيها، هتطلع. انت ماشي هم سبب لك شوية عراقيل، لكن هتكتمل وهتطلع، هتكمل. الشيطان السحر المس هو اللي عامل لك جزء كثير في حياتك، عامل لك كل ما تكتمل طريقك يعمل لك عقبة، تلف لفة بعدين عشان تطلع للطريق الصحيح، فبيعمل لك عقبة. وبرضه الست دي اللي مقربة ليك عايزة تأذيك، الست دي مش كويسة، عاملة زي الثعبان، مش عارف، بتعرف أخبارك كل حاجة، بتعرف أخبارك من أي مكان، يعني عارف عنك كل حاجة الست دي، والست دي مش كويسة، هي اللي بتأذيك. فما تقلقش، ما تقلقش، ما تديش لحد اهتمام، عليك بالتحصيل، وهتوصل لهدفك بإذن الله تعالى، هتوصل لهدفك وهتكمل لطريقك وهتوصل للي انت عايزه. ما تخليش حد يأثر عليك، ما تخليش اي حد يأثر عليك، واخرج من الضيق اللي انت فيه، واخرج من الاكتئاب. انا شايفك ان انت ما تهتمش، انا شايفك انت بتهتم بحاجات تافهة، ما تهتمش، اهتم بطريقك، اهتم بهدفك، اهتم بمشروعك اللي انت فيه. شايف ان انت هنا هتتعامل بدقة، شايفك تتعامل بدقة مع ناس كتير جدا في حياتك، شايفك يعني ان انت هنا اللي مميزك عن الاشخاص التانية طموحك عالية وروحانياتك عالية، روحانياتك حلوة، بتحسسك بالناس اللي حواليك. شايف عندك هنا اخبار حلوة، اخبار طال انتظارها، في فرحة في ارض بيتك، ممكن اقول خطوبة او ارتباط او زواج ليك او لحد قريب عليك في ارض بيتك، في بشرة فرحة، في بشرة بخطوبة، بردوع سعود، بردوع حد قريب ليك، يعني في بشرة في أرض بيتك وفيها فرحة. عندك هنا أنت منتظر برضه رسالة أو مكالمة من حد تخص السوشيال ميديا زي ما بيقولوا، شايف هنا تخص رسالة، تخص مكالمة، تخص حظر هينفاق. خلاص قدامك خطوة، اثنين، ثلاثة، أربع خطوات، ممكن نقول أربع ساعات، أربع أيام إن شاء الله، وهتوصل لك الرسالة أو هتوصل لك اللي أنت عايزه بإذن الله. شايف هنا في حلم معاك بيتحقق أو بتحلمه كتير، هيتحقق خلاص قدامك، الحلم ده بيتردد عليك كتير، هيتحقق خلاص بإذن الله تعالى. شايف عندك ماشي الضربات اللي في قلبك، الضيق أو ضمة قلبك خلاص هاني. شايف هنا في تواصل ما بينك وما بين حبيب، او بس تواصل روحي، تواصل روحي، تواصل روحي، لان في رجوع، مازال بتحبه، مازال بتحبه، حصل انفصال لكن مازال بتحبه وعايز ترجع له، هترجع باذن الله. شايف طاقة الرجوع كويسة ومفتوحة قدامك، هو مش السحر اللي عمل ما بينكم او الطرف الثالث اللي عمل ما بينكم، لكن في رجوع، في رجوع بقدرة الله تعالى، في بشرة حمل قريبة، في بشرة حمل قريبة بإذن الله تعالى، في طاقة أطفال، بشرة أطفال أو طاقة أطفال فيها حمل أو بإذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أخواتنا في الله يكون ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني، وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من تعطيل أو من تابعة من اكتب تم وأنا هديك اللينك، أو أنت أحبابنا في الله أدخل داخل القناة هتلاقي منزل لكم كل حاجة، علاج السحر، علاج المس، علاج التعطيل، وكلها طرق مجربة مني مرارا وتكرارا، وليست للتجربة بل مجربة بفضل الله تعالى وناجحة 100% بقدرة الله تعالى. أول إن كنت حابب تتواصل معنا الرقم أمامك، تواصل معنا واتس، وإن شاء الله نكون في حسن ظنك بإذن الله تعالى. وكما تعودنا صلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي صلاة جلال وأسلم سلام الجمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.